وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وضحت كمان الإرشادات والإجراءات الوقائية والاحترازية اللي هيتم تطبيقها خلال العام الدراسي الجديد حفاظا على صحة الطلاب. أكدت على أنه يتم توزيع خروج الطلاب من الفصول خلال اليوم الدراسي، وتكون فترة الراحة أو البريك فسحتين لمنع التزاحم، وكل مدير مدرسة هيكون بيراعي عدم التزاحم تحديدا في دورات المياه وفي المعامل، وعدم تجمع الطلاب في مكان واحد، مع استمرار الإشراف اليومي خلال الفسحة لمراقبة الطلاب. طبعا يعني مهما كانت التنظيم والمحاولات والاجتهادات للتنظيم ومنع التزاحم، لا احنا عارفين ان احنا هنواجه تزاحم في المدارس، وعارفين ان في فصول مكدسة حتى وان اتقسمت، وان كانت يعني الفترة الزمنية بتاعة الحصة بقت أقل، لكن الفصل في حد ذاته مكدس. هو تحدي بكل المقاييس، تحدي على كل أم بتبعت ولادها، وعلى الوزارة وعلى المدرسين. زي ما عدى اللي فات على خير، يا رب نتمنى أنه تعدي كمان السنة الدراسية القادمة بكل خير.